هاي حبايب قلبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بصحة وبخير يا رب، وتنعاد عليكم مع انه بعد في 3 ايام لشهر رمضان، فرحنا لكم تنعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب، وان شاء الله الايام الجاي بتكون احسن من هيدي السنة. هيدي السنة كانت كتير صعبة. يوم حبايب قلبي رح اعمل زلابية غير عن كل مرة. انا قبل بمرة عاملة زلابية لبنانية كتير طيبة، اتمنى انه تفوتوا وتشوفوها، ورح اكتب لكم بالوصف الزلابية اللبنانية اللي انا عملتها. بس اليوم انا رح اعمل زلابية غير شوي، عادة بتنعمل الزلابية بالسكر، اليوم انا رح اعملها بالملح، وبتعرف انتو المرة الحامل تشتهي امور كتير، فانا اليوم اشتهيت الصراحة اعمل زلابية مالحة. طريقة كتير سهلة ولا اهين من هيك، فخلونا هلا نبشر بعملين. اول شيء انا احبائي بحاجه لجط، انا قبل بمره عملتها بكميه كتير كبيره، يعني يمكن بالطعم الحي كله. اليوم رح اعمل بس لإلي، انا هلا بصراحه عم بعملها بالليل ورح نزل الفيديو بعد شوي. اول شيء انا بحاجه لكوبين من الطحين، عنا هيدا اول كوب وهيدا تاني كوب، ما في داعي ابدا ننخله. بحاجة انا لمي، رح نحط كباي ونبلش حرك فيهم. بسم الله، إذا كنت من متابعين الجدد وعجبك محتوى قناتي ما تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلك مني كل شي جديد ومفيد بنفس الوقت. عن كل كوبين طحين منا كوباية مي. هلا أنا هوني رح ضيف ملعتين من السكر، ما رح كتر سكر، يعني هيون قدامكم ما رح كتر، شوي صغيرة هالقد بس. بالإضافة هلأ هوني أنا رح ضيف الملح بكمية أكتر، نحن أنا رح أعملها شوي مالحة تقريبا. شفتوا قديه كتير طيبة بتجي. وهلا رح ضيف السمسم، فيكن قد ما بدكم تكتروا السمسم تعطيها طعمه ولا اطيب من هيك. ورح ضيف كمان اليانسون، كمان اليانسون بيعطونا طعمه بتجنن. ونبلش ضحك. اذا لاحظتوا انا ما حطيت خميره، اذا فيكن تحطوا خميره وتتركوها وقت حتى تخمر. انا بصراحه دغري رح بشر بقليا بعد ما انا احرقها، لانه هلا يعني معقولة المرأة الحامل تنطر بعد ساعتين 3 ساعات حتى يخمروا لحتى تاكل؟ لا، فانا رح دغري بشر بقلي احركها كلياتها او ادعكها كتير منيح. هيدا الشكل وبرجع لكم. هوني احبائي مثل ما شايفين انا دعكتها وخلصت، وهلا رح بشر بقلي. وهلا انا رح احط الزلابية. بسم الله، فيكن تكبرون فيكن تصغروهم مثل ما انتو بتحبوا. شوفوا شو طيبين مع الزعتر مع اللبنة، شي بياخد العقل صدقوني. جربوها مش رح تندموا ابدا. هلا اذا بدي قلت لكم اذا بتحبوها طريه تتركوها حتى تخمر، انا بحبها شوي تقرمش. من بعد هاي هون بلشوا يشقروا، شايفين؟ نحن برومون
وهلا رح شيلونك ما شاء الله. نزل منه الزيت كتير منيح ومنح. هلا كمان رح احط الباقيين. هيدي اخر وحده. وهيك بنكون نحن خلصنا. بنطر اخر مقله حتى نشيله ونباشر باكلهم. شو بدي اخبركم ريحتهم؟ يا الله. ثواني وبشيلهم. النتيجة النهائية احبائي، بتمنى انها تنال اعجابكم. طعمتهم ولا اروع من هيك، بس لفرجيكم انه من جوا مستويين كتير منيح. هلا هني بعدهم سخنون، يعني بعد انا شليتهم من عن النار. شو رأيكم؟ شي بياخد العقل. انا هلا رح بشر باكلهم. بحبكم كتير، بشوفكم في فيديو جديد. باي باي.